انا لما تشوفيني على درمز انا لو اطول غالبا اضرب بشعري هعمل كده. انا ميمي بلعب درمز بلعب طبله. فانا عموما في الحياه مزيكاتيه، اتكعبلت يعني في مزيكا بالصدفه كده، بالتحديد اتكعبلت في درمز. كان في مكان بيلعب مزيكا وبعدين المزيكا الدرمز فجاه وقع، حسيت هو ايه اللي حصل، وبعدين رجع اكمل فحسيت اوف هو انت اللي عامل المزيكا دي، انت اللي شايل الدنيا قوي كده. بس فساعتها بقى حسيت انه انا عايزه اكمل، انا عايزه اكتشف ايه ده، احنا قلوبنا اصلا هارت بيتس، فاحنا الايقاع عموما بيجري فينا حتى لو احنا مش عارفين. انا اصلا اداب انجلش حاجه بعيده خالص عن المزيكا، بس اكتشفت ان انا ما عنديش فاشن اعلم مثلا انجلش. يعني جربت اعمل ده بس كنت حاسه انه هو انا ليه هنا. بس جربت اعلم بقى درمز وطبله، في حاجه عينيا بتلمع كده. يمكن شويه مش عندنا قوي الفكره بتاعت انه بنت بتلعب طبله. يعني ممكن بنت بتلعب مزيكا في العموم ممكن تعدي، بس طبله او درمز او الحاجات دي بيبقوا حاسين، فاهمه اللي هو ايه؟ لا يعني معروف قوي انه الدرمز والطبله بتاعت ولاد، فانت بتعملي ايه هنا؟ وانا بكبر وبتعلم انا ما كانش في دماغي خالص ان انا بنت وبلعب درمز وده قليل. بالعكس وانا بكبر الناس هي اللي خلتني اخد بالي، ايه ده؟ انت بنت بتلعبي طبله؟ حاسه عادي. ايه ده انت بتلعبي درمز؟ ازاي؟ فانا حاسه هو ايه ازاي عادي، اله بحبها بدات اتعلمها، فانا مش حاسه ان في حاجه، بس الناس هي اللي خلتني احس كده. وانا ماشيه في الشارع، احنا شعب لذيذ قوي بنحب نهزر و نسيبش حد في حاله، ف وانا شايله الطبله مثلا بسمع دوم دوم تكا دوم، فببقى حاسه انا ايوه. يعني زمان برضو انا شايله الجيتار كنت كان في عارفه تامر حسني كده كان ليه مشهد في الجامعه لما كان بيطبل على جيتار، احنا يعني معلوماتنا عن الجيتار ان هو بيطبل عليه اصلا، فانا ابقى شايله الجيتار الاقيهم بيغنوا الاغنيه اللي هو كان بيغنيها تليفوني ويقعدوا يطبلوا، فببقى حاسه هو ده جيتار على فكره. بعمل كوفرز، يعني دي انا مش شرط يبقى في حاجه يعني، بس بحب لو في اغنيه جديده طلعت بحب اعمل عليها كوفر قوي وانزلها، يعني رياكشن الناس بيبقى لذيذ قوي الصراحه. بعمل درام سيركل بيبقى فيه مجموعه ناس معاهم طبله او دوف او اي اله ايقاعيه، ومش شرط يبقوا بيلعبوا مزيكا اصلا، يعني ممكن يبقوا يا دوب بس هم عندهم الودن او بس هما بيحبوا يسمعوا مزيكا، مش شرط حتى يبقوا بيلعبوا حاجه. وبعدين بنبدا كده واحده نبريك كده موضوع الطبله، وبدي الناس كده مين ساوندز عن الطبله مثلا دوم وتك، الناس بتتبسط قوي لما تبدا تحس ان هي مش بس بتخبط، هي بتطلع حاجه فعلا ومبسوطه بيها، وحاجه ينفع بعد كده تخرج من الدايره تعملها كده بره في الشارع ومع اصحابها وهما بيغنوا.